اجتماع مع الرئيس واتكلمتوا عن الإصلاح الضريبي، كان ايه اهم النقط اللي انتوا توقفتوا عندها من اجل عمل إصلاح ضريبي جذري وشامل في مصر؟ احنا كان لقاءنا مع الرئيس الحقيقة كان لقاء يعني مثمر، واستفدنا من يعني تأكيد السيد الرئيس على أهمية الإصلاح الضريبي وعلى دعمه الكامل، دعم القيادة السياسية الكامل لفكرة الإصلاح الضريبي. احنا اللي اتكلمنا فيه كإطار عام للإصلاح الضريبي لسه في تفاصيل وفي خطة عمل ستعرض على السيد الرئيس بمجرد الانتهاء منها. احنا كانت الفكرة انه لما بنتكلم على الايرادات الضريبيه، نسبه الايرادات الضريبيه، الايرادات اللي بتتحقق من الضرائب للناتج المحلي الاجمالي في مصر 13%، ودي نسبه مقارنه بالنسب العالميه نسبه قليله جدا. مش سعر الضريبه، عشان الناس ما تفهمش غلط ان احنا بنتكلم على حجم الايرادات الضريبيه. احنا شايفين ان احنا نقدر نعمل ايرادات ضريبيه اكتر بالاصلاح الضريبي. حطينا خطه او رؤيه اسمها كمبدا كاطار عام، رؤيه اسمها 2022، ان انا في 2022 اوصل بنسبه الايرادات الضريبيه للناتج المحلي الاجمالي من 13% ل 17 او 18% بما يقارب النسب العالميه. ده من خلال اصلاح ضريبي. اول حاجه فيه ان انا بعدل بعض القوانين. احنا من الاخر اصلاح ضريبي تم كان في 2008، من 2008 لغايه دلوقتي ما تمش اصلاحات ضريبيه، قوانين بتتعدل، في قانون ضرائب الدخل تعدل 14 مره. ده نتيجته ان في عدم استقرار. السياق الضرائب زي ما قلت حضرتك شفافيه واستقرار. انا لما يبقى عندي سياسه ضريبيه مستقره، انا راجل مستثمر جاي اشتغل في مصر، عارف ان انا بعد سنتين او ثلاثه او خمسه هيحصل لي ايه، هدفع ضرائب قد ايه، هبقى الـ 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 المنظومه الضريبيه شكلها ايه. انما لما كل يوم الاقي نفسي عندي قانون جديد وبعدين تعديل هنا وتعديل هناك، لا، احنا هدفنا ان يبقى عندنا سياسه ضريبيه معلنه ومعروفه لكل الناس. دي اول خطوه من خطوات الاصلاح الضريبي اللي احنا عرضناها على السيد الرئيس، وهو يعني سياده الرئيس دعمنا ومنتظر ان احنا نقدم له بقى الخطه التفصيليه. احنا قدمنا له الاطار العام. ده بيشمل تعديلات في القوانين، اولها القانون القيمه المضافه، بنعمل حاليا سيعرض خلال ايام على البرلمان قانون سميناه قانون انهاء المنازعات. قانون انهاء المنازعات، انهاء المنازعات الضريبيه، اللي هو بيقال يعني احيانا المنازعات الضريبيه. المنازعات الضريبيه طبعا على بتاع الضرايب، فده قانون اللي يخص الضرايب. ده بقى اصل احنا الايام دي بنتكلم في كل وسائل الاعلام عن قانون القيمه المضافه، الايام الجايه بقى هتبقى قانون المنازعات الضريبيه. ما احنا يعني نخلص ده وندخل على اللي بعده على ده بقى. ما فيهوش يعني زي ما يعني في الاولاني في بعض العبء على المواطنين، واحنا ما حدش يتمنى ان هو يحط اعباء على حد، بس هي انت عندك ظروف اقتصاديه، عندك عجز موازنه، لازم كلنا نتكاتف عشان يعني نحقق ونمر بالفتره الصعبه دي. قانون المنازعات الضريبية، انهاء المنازعات الضريبية، اللي هو يعني في قوانين تلا اسمه قانون تصالح. احنا فضلنا نقول لا، انهاء المنازعات، لان عايز فكرته ان انا بأرسي ثقافة جديدة، ثقافة تقليل الخلافات بين مصلحة الضرائب وبين الممولين. احنا عندنا اكثر من 160 الف خلاف في مراحل مختلفة، في لجان داخلية او لجان طعن او في المحكمة، بين مصلحة الضرائب وبين الممولين. فقلنا طيب احنا ايه اللي يخلينا نسيب الخلافات دي مستمرة وتقعد فترات طويلة، يفضل مصلحة الضرائب تعاني من انها في ما بتحصلش الضريبة، الممول بيعاني انه عنده خلافات ويفضل يروح من لجنة داخلية لجنة طعن وعبء، ده بيسموه عبء الالتزام الضريبي. احنا عايزين نخفض تكلفة او عبء الالتزام الضريبي. فقلنا هنعمل قانون ننهي المنازعات، هنعمل لجان بيشرف عليها لجنة مركزية بتحط قواعد، وبنقول والله الممول اللي عايز يجي يقول أنا عايز أنهي النزاع تعالى هنقعد مع بعض هنوصل لاتفاق في حدود القانون، ادفع الضريبة اللي عليك وانتهى الخلاف. لو قدرنا ننتهي من نسبة كبيرة من هذه الخلافات يبقى عملنا إنجاز، حققنا حصيلة ضريبية، أنهينا الخلافات، فتحنا صفحة جديدة وقسمنا خففنا العبء على المواطن اللي بيبقى مثقل جدا بهذا النزاع. النزاع الضريبي برضو بيبقى فيه مشاكل قوية طبعا. خففنا العبء على المواطن، خففنا العبء على مصلحه الضرائب، لانها مصلحه الضرائب عندها مهام كتير عايزين تتفرغ ليها. الناس هيك قلتي المتهربين واقتصاد غير رسمي عايز اركز عليه، طيب انا اخلص هذه النزاعات واحقق حصيله ضريبيه اتفرغ دي ان انا اشتغل على ما يستحق اكثر ان انا اشتغل عليه كوزاره ماليه. فكرتني بالمتهربين، احنا عندنا